مشاهدينا مساء الخير واهلا بكم في الفترة الأخيرة من برنامج أموال ومسارات. أذكر أنه صدر قبل قليل عن فيتش، وكالة فيتش خفض التصنيف الائتماني للسعودية من AA إلى AA- نتيجة أسعار النفط المتدنية، وتبقي النظرة المستقبلية السلبية اتجاهها. مشاهدينا، والآن ننتقل إلى تذكير بإغلاق السوق السعودي، بالتالي نحن في ظل نتائج الشركات التي تعلن، وأيضا في ظل توزيعات الأرباح النقدية. ارتفاعات كانت للمؤشر التاسي ب 6400 نقطة، وأيضا بارتفاع 1.14% ارتفعنا 92 نقطة في جلسة اليوم. شهدنا بعض التراجعات في بداية الجلسة، كان هناك ضغط من سهم سابق اللي عم بيتداول دون أحقية الأرباح بتوزيع 3 ريالات عن النصف الثاني من عام 2015. والملفت للنظر قيم التداول عند 5 مليارات و879 مليون ريال، بالتالي تحسنت السيولة وهي أعلى من السيولة التي شاهدناها في الأيام الماضية، وأحجام التداول 310 مليون و100 ألف سهم. أذكر أنه أسعار النفط مرتفعة بنسبة 4%، لامست أعلى مستوياتها منذ جلسة أمس أسعار النفط في 4 أشهر. طبعا نحن نترقب اجتماع أوبك الذي اجتماع الذي سينعقد في الدوحة بين منتجي أوبك، سواء من داخل أوبك وخارج أوبك، حول تثبيت مستويات الإنتاج عند يناير كانون الثاني. بالتالي شهدنا تصريحات من وزير الطاقة الروسي يتوقع أن أسعار النفط بين 40 و45 دولار في النصف الثاني من عام 2016، ويتوقع وصولها إلى 50 في نهاية 2016، وأضاف أن يتوقع أن تصل بين 60 و65 أيضا في عام 2017 و2018 بالنسبة. هذا بالتالي الداعم الأكبر لأسعار النفط، وإضافة إلى النتائج التي أتت أعلى من توقعات المحللين. نلقي نظرة على البنك الأهلي التجاري الذي صدر قبل قليل نتائج هذه الشركة بارتفاعات. أغلق السهم ب 21% عند 40 ريال و30 هللة. البنك الأهلي ارتفاعات ب 2631 مليون ريال، إذا ما تمت المقارنة بالربع المماثل من العام السابق عند 2606 ملايين ريال سعودي. وبالتالي يعني يعتبر هذه الارتفاعات أخبار إيجابية، وشهدنا إغلاقات أمس. ننتظر طبعا السهم وتداوله غدا كيف سيتداول مع هذه النتائج. بالتالي مشاهدينا، أيضا من ضمن الأسهم التي أعلنت عن نتائجها اليوم لدينا البنك السعودي الفرنسي بارتفاعات كانت قوية ب 6.6% عند 27 ريال و20 هللة. جاءت النتائج أعلى من توقعات المحللين بكثير، بارتفاعات عند 1.07 مليار ريال بنهاية الربع الأول من عام 2016، إذا ما تمت المقارنة بالربع الأول عند 1.05 مليار ريال. بالتالي هناك في ارتفاع في صافي دخل العملات الخاصة ب 9% إذا ما تمت المقارنة بالفترة المقابلة، وأيضا ارتفاع في محفظة القروض 3.8%. نمت بشكل سنوي، لكن الملفت للنظر تراجع الودائع كان للسعودي الفرنسي ب 5.5%. عزت أسباب هذه الارتفاعات إلى ارتفاع في إجمالي دخل العمليات نتيجة ارتفاع في صافي دخل العملات الخاصة، بالتالي أضاف هذه الإيجابية. ارتفاع أيضا في انخفاض في دخل المتاجرة والبيع والتوزيع، وبالتالي جاءت أكبر بكثير من توقعات المحللين، لذا نشهد هذه إيجابية في إغلاق السهم بأكثر من 6%. والملفت للنظر هو ارتفاع تكلفة التمويل كان للسعودي الفرنسي، أو ارتفاع مخصص التمويل. نلقي نظرة على بنك الإنماء من ضمن القطاع المصرفي التي أعطتنا أيضا نتائج فوق توقعات المحللين. نحن مرتفعين تقريبا 1.19%، يعني 2% عند 13 ريال و20 هللة. جاءت ارتفاعاته إلى 391 مليون ريال بنهاية الربع الأول من عام 2016، بارتفاعات بنسبة 14% بأرباح 344 مليون ريال تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2015. سبب ارتفاع الأرباح يعود إلى انخفاض إجمالي مصاريف العملات نتيجة انخفاض في مخصص خسائر التمويل. هناك ارتفاع كما ذكرنا في
أوفر في انخفاض في مخصص التمويل على عكس السعودي الفرنسي، هو كان ارتفاع في مخصصات التمويل. وهنا مصرف الإنماء في ارتفاع في صافي الدخل من الاستثمارات والتمويل بنسبة 7% وربح العمولات الخاصة، وأيضا ارتفاع للودائع ب 11.7% والقروض مرتفعة ب 9.5%. هذا بالنسبة لمصرف الإنماء. وأيضا مشاهدينا، هذا من ضمن النتائج التي أعلنت عن القطاع المصرفي. ونلقي نظرة على قطاعات البتروكيميكال المتراجع تراجعات طفيفة، الضغط يأتي من سهم سابق لبتداول دون أحقية الأرباح. المصارف والخدمات المالية ارتفاع بأكثر من 2% بعد النتائج السعودي الفرنسي والإنماء التي جاءت فوق توقعات المحللين. اسمنت ارتفاعات قوية 5.3% وعم تدعم السوق نتيجة القرار الصادر عن السماح بتصدير الاسمنت إذا كان هناك فائض أو وجود زيادة عن حاجة السوق، بالتالي تفاعلت أسهم قطاع الإسمنت بهذا الخبر. نلقي نظرة على القائمة الثانية من القطاعات، لدينا الزراعة ارتفاع ب 14%، الاستثمار الصناعي 17%، القائمة الثالثة من القطاعات جميعها تتلون باللون الأخضر، وأيضا القائمة الثالثة هناك تطويل عقاري ب 2%. يعني مشاهدينا بالنسبة هذا للسوق السعودي، ونريد أن أذكر هناك الكثير من الشركات لا بتتداول دون أحقية الأرباح، منها عسير والنقل الجماعي، وأيضا لدينا بنك البلاد الذي أيضا أعطانا زيادة في رأس المال. مشاهدينا، الحديث أكثر حول إغلاق السوق السعودي ينضم إلينا المحلل المالي علي الجعفري. أهلا بك ومساء الخير. بداية، السوق مرتفع بأكثر من 6000 وعند مستوى 6400 نقطة، ما رأيك؟ أيضا أود أن أسألك عن قيم التداولات اليوم المرتفعة، يعني عن ما تم تداوله في الأيام السابقة، تعليقك. مساء الخير وأهلا وسهلا. طبعا اليوم لاحظنا انه حجم التداول اليوم ارتفع الى 5.8 مليار، يمكن اكثر قطاع اليوم كان في حجم تداول عالي اللي هو قطاع المصارف 1.2 مليار، لكن كانت الارتفاع من تداول مصرف الانماء اليوم مصرف الانماء حوالي 928 مليون، ايضا سابق اليوم تداولها حوالي 693 مليون. بالاضافه الى انه وجدنا اليوم انه حتى قطاع الاسمنت الان في عنده ارتفاع اليوم، حصل اليوم يعني من فتره طويله جدا ما تم تداول حوالي 933 مليون. زي اليوم يمكن اثر موضوع سماح للشركات وفي شروط معينه على التصدير. طبعا بالاضافه للامور هذه احنا عندنا الان ارتفاع سعر البترول، بالاضافه الى النتائج الايجابيه اللي الى الان تصدر من القطاع البنكي. يعني طيب، نتائج مصرف الانمو والفرنسي امس، اليوم قاعدين نشوف الاهلي والبريطاني، كل النتائج ايجابيه خلال الفتره الحاليه. طيب سوف اسالك عن يعني كانت التوقعات المتشائمه حول القطاع المصرفي، يعني في ظل الحديث عن تراجع في نمو الودائع الحكوميه، وايضا في ظل ما يتعلق بالسيوله، يعني برايك، لكن يعني توقعات او النتائج جاءت بالنسبه بالقطاع المصرفي السعودي الفرنسي والانماء افضل من توقعات المحللين، برايك ما هي الاسباب وراء ذلك؟ طبعا القطاع المصرفي عندنا من البدايه هو مركز على القطاع الاقراض في قطاع الشركات بالاضافه الى قطاع الافراد. الشيء الثاني لا ننسى انه عمليه رفع سعر الفائده بربع نقطه مئويه كان تاثيره ايجابي على القطاع البنكي. فهالامور هذه اعتقد انه كان في تحفظ زياده عن اللزوم او تشاؤم زياده عن اللزوم بخصوص القطاع المصرفي خلال الفترة الماضية، سواء من قبل بعض بيوت الخبرة الموجودة هنا أو حتى من النظرة الخارجية، ويمكن الكلام هذا سبق أنه صرحنا فيه قبل فترة بنفس هالموضوع، أنه أعتقد أنه التقييمات الغير عادلة كانت مغالة فيها في التشاؤم. طيب لاحظنا بنتائج السعودي الفرنسي طبعا جاءت افضل من توقعات المحللين، حتى السهم ارتفع باكثر من 6%، لكن هناك كان تراجع في نمو الودائع 5.5%. ما السبب برايك؟ لماذا عم نشهد التراجع؟ هل انت مطمئن؟ هل سنشهد يعني نمو في محفظه الودائع في المستقبل؟ طبعا احنا ما ننسى انه الان ارتفاع السايبر اللي قاعد يحصل الان هذا يدل على انه في شح في الودائع،
اقرار مؤسسه النقد للبنوك برفع التغطيه او رفع قيمه نسبه القروض الى 85% الى 90%، هذا يدل انه في شح سيوله لدى البنوك في الفتره الحاليه. بالاضافه للشيء اللي قاعدين نلاحظه، طبعا حسب البيانات اللي قاعده تصدر الان نحتاج نشوف البيانات التفصيليه عشان نراجعها، انه اكثر يعني الى الان كل البنوك اللي اعلنت نتائجها انه انخفاض كبير في بند الاستثمارات، اللي هو طبعا يعني سواء كانت الودائع الموجوده عندها او تقييم اعاده تقييم الاستثمارات الموجوده عندها. لكن من ناحيه اخرى انا اعتقد انه كان في يعني تشاؤم مفرط تجاه القطاع البنكي، صحيح انه يمكن تاثير تخفيض الانفاق الحكومي خلال الفتره الماضيه قد يكون له تبعات غير جيده على القطاع، لكن نجد انه كان في مبالغه في عمليات التشاؤم القطاع، وخصوصا انه كانت التقارير الخارجيه اللي قاعده تصدر بشكل يعني اعتقد انه اخذت جانب فقط واحد اللي هو انخفاض سعر النفط، ولم تاخذ هيكليه البنوك. يعني البنوك عندنا يعني ربحيتها عاليه جدا، كثير من الودائع لا تدفع عليها فائده. الشيء هذا غير موجود خارجيا، حتى حسابات يعني كثير من المودعين في حساباتهم الشخصيه لا يربطون او ياخذون ودائع او ياخذون فائده على المبالغ الموجوده في حساباتهم. فهنا في نقطه كبيره يعني ومعروف يعني المفروض ان الشركات الاجنبيه يعني تراعي النقطه هذه وتكون تعطي تقييمها بناء على الاقتصاد الجزئي وطبيعه البنوك وليس النظر فقط الى الاقتصاد الكلي وانخفاض سعر النفط. طيب يعني سوف ننتظر طبعا البيانات بالنسبة للمخصصات، يعني هل كيف تتوقع أن تكون المخصصات ولا يفضل أن تنتظر البيانات لتقرأ لنا ذلك عن المخصصات؟ لا طبعا حقيقة المخصصات نحتاج نشوف البيانات ونشوف كم المخصصات اللي طرأت، ولكن نبغى نتذكر شيء مهم جدا أن الربع الأول من عام 2015 كان البنوك اعتقد جميعها طلبت راتبين للموظفين. نحن نتحدث عن المخصصات السعودي الفرنسي والانماء، لكن اود ان اسالك ايضا عن هناك خبر عن تراجع نسبه التسهيلات الممنوحه للعملاء لشراء الاسهم في السوق السعوديه بنسبه 20% خلال عام 2015، لماذا برايك؟ طبعا اولا ارجع للنقطه الاولى انه القطاع البنكي يعني حتى المخصصات الموجوده ارتفاع المصاريف الموجوده في 2015 بخصوص الراتبين، فمهما كانت المخصصات البنوك اعطت افضل الان كنتائج. نجي للموضوع الثاني هو موضوع وربما ايضا المستحقات المتاخرين من قبل وزاره الماليه، يعني يكون هناك اثار على القطاع المصرفي. قد يكون هناك تاثير ولكن تاثير محدود، لانه تعتبر يعني مبالغ البنك راح يستفيد منها، يعني انه تكون عنده عوائد اكثر من على الفائده اللي بياخذها من المقترض. لكن الفتره الحاليه هذه من الصعب جدا انه نشوفها حتى ناخذ البيانات الربعيه ونبدا نقارنها. من ناحيه انخفاض التسهيلات في السوق السعودي، طبعا للاسف انه صدر قرار واعتقد انه ما كان صحيح من هيئه سوق المال والمؤشر عند منطقه حوالي 6200، وبعدين حصل هبوط كبير اللي هو عمليه الرفع نسبه التغطيه. انا اعتقد القرار هذا اثر بشكل كبير جدا سواء على السوق او حتى على المتداولين بعمليه رفع التغطيه. المفروض ان احنا في مناطق تعتبر جيده للاستثمار، ما في مخاطر كبيره على البنوك، فيعني بغض النظر عن انك انت تقلل نسبه التغطيه، اهم شيء انك لا تقربها، لكن عمليه انه تخفيض التسهيلات هذه اثرت سواء على المتداولين، يعني رفع نسبه التغطيه اثرت على المتداولين واثرت حتى على البنوك. طيب سوف اسالك عن الخبر يعني اليوم الملفت لنظر قطاع الاسمنت، بالنسبه للخبر الصادر عن قرار بتصدير الاسمنت اذا كان هناك فائض، يعني هل برايك هل يستطيع هذا القطاع فعلا انه يكون هناك بيع خارجيا في ظل التباطؤ اللي عم تشهده، تباطؤ النمو اللي عم تشهده باقي الدول الاخرى؟ حقيقة موضوع الاسمنت إلى الآن سواء الاسمنت أو الحديد في يعني تفصيلات القرار غير واضحة تماما. الشيء الثاني احنا يهمنا ان احنا نشوف احنا كم المخزون الموجود عند الشركات. طبعا في بعض الشركات مخزونها يعني يعتبر مخزون قليل جدا لا تستطيع تصدير، لانه
قاعده تبيع حتى في الفتره الحاليه، يجب ان نعطي موضوع انه والله انخفاض جزء من المشاريع، انه والله هذا ممكن يأثر على القطاع كله. بالعكس في شركات الان ما عندها مخزون اساسا، يعني مخزونها لا يتعدى 10% من انتاج السنه كامل، وبعض الشركات عندها مجال انه ممكن تصدر جزء من الفائض اللي عندها. لكن القضيه الان الاساسيه انه تفصيلات القرار، تفصيلات القرار الى الان غير واضحه، انه طبعا لازم تكون فيها اشتراطات معينه حتى لا يعني لا يصير نقص في السوق المحلي من جراء عقود ممكن تكون طويله الاجل مع في التصدير الخارجي. واحنا عارفين الان انه في عندنا مشاريع الاسكان قاعده يعني الان ممكن تتحرك بشكل اسرع خلال الفتره القادمه. نعرف انه والله الان الحمد لله النفط الان احنا قاعدين نشوفه قاعد يتحرك فوق ال 40 دولار، فممكن يستمر الى منطقه تقريبا حوالي ال 46 47 دولار، لكن هذا كله مربوط في النتائج اللي بتصير خلال الفتره يعني خلال الايام القادمه اجتماع الدوحه. بالنسبه لاجتماع الدوحه نعم. اجتماع الدوحه، فالان قد تكون الاوضاع يعني نوعا ما فيها ترقب، ولكن لابد انه تكون يعني حسب ما صرحت وزاره التجاره انه في اشتراطات معينه راح تكون بحيث انه ما يصير في عندنا نقص في السوق المحلي. طيب اود ان اسالك ايضا يعني من ضمن النتائج التي تم الاعلان عنها اليوم نادك، يعني تعليقك على نتائج نادك، كان هناك يعني توقعات او الاثر من رفع اسعار الطاقه والمياه والكهرباء كان مبالغ فيه من قبل التاثيرات، لكن يعني هناك يعني كان في مبالغه، وبعد ما ظهرت النتائج يعني لاحظنا انه اثر قليل من ارتفاع اسعار المياه والكهرباء والطاقه، رايك بالنتائج؟ هذا الكلام صحيح جدا ولاحظناه في سواء في المراعي وفي شركه نادك. نعم. المراعي طبعا صار عندها ارتفاع كبير في المبيعات حوالي 400 مليون، فبالتالي قدرت انه طبعا نعرف انه حتى لو في مبيعات في تكاليف اخرى يعني غير تكاليف الطاقه، ولكن استطاعت ان تحافظ على نفس مستوى الربحيه. نادك فعلا كان في مبالغه كبيره في تقدير الشركه سابقا، انه كانت تقدر الاثر المالي بحدود 100 مليون خلال السنه كامله. اللي وجدناه الان انه التاثير ما تعدى تقريبا 9 مليون، فهل كانت مبالغه من الشركه في الاحتياط زياده عن اللزوم، او انه في بعض المصاريف لم تقوم الشركه باحتسابها؟ هنا الاشكاليه انه يعني ما ندري وين اللي صاير، ولكن يبدو انه الاثر اللي اقترحته الشركه يعني يمكن كان مبالغ فيه. علي الجعفري المحلل المالي ضيفي من الرياض، شكرا جزيلا لك. وقعت المملكة والأردن على اتفاقية تأسيس صندوق استثماري مشترك بين البلدين بعد جلسة مباحثات بين ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي. شكلت المملكة مع شقيقتها الأردن نموذجاً فريداً وحياً للتكامل الاستراتيجي في المنطقة، والذي بدوره دعم التعاون الكبير في شتى المجالات بين البلدين. التعاون الوثيق دفع المملكة لضخ 10 مليارات دولار في مختلف الاستثمارات الاقتصادية والأمنية والعسكرية. اليوم العلاقات المتينة المزيد من الترابط من خلال جولة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في عمان، والتي نتج عنها اتفاق الرياض وعمان على تأسيس صندوق استثماري مشترك وتعزيز التعاون القائم بينهما في المجال العسكري وفي مجالات اقتصادية تتعلق بالاستثمار والتجارة والنقل، وذلك بحسب البيان المشترك الذي صدر في ختام الزيارة. قدمت استثمارات المملكة قيمة مضافة للاقتصاد الأردني من خلال توفيرها لفرص عمل للأردنيين وتعزيز التبادل التجاري بين البلدين، فيما تعتبر المملكة الشريك الاقتصادي الأول للأردن بحجم تبادل تجاري تجاوز 5 مليارات دولار خلال عام 2014. بحسب إحصائيات التجارة الخارجية في الأردن، بلغ حجم الصادرات الأردنية إلى المملكة خلال الفترة من يناير إلى نهاية أكتوبر من العام الماضي حوالي مليار دولار، تضمنت منتجات الصناعات الكيماوية والمواد الزراعية والحيوانية إضافة إلى المعادن ومصنوعاتها.
لمست أسعار الخام أعلى مستوياتها في 4 أشهر في موجة صعود غذتها قوة أسواق السلع الأولية قبيل اجتماع لمنتجي النفط في الدوحة يوم الأحد القادم بهدف تثبيت مستويات الإنتاج، حيث تحدد سعر التسوية للعقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برينت على ارتفاع ب 89 سنت بما يعادل 2% عند $42.93 للبرميل. وأريد أن أذكر أن برينت مرتفع بأكثر من 43 في هذه اللحظات، وارتفاع أيضا للعقود الآجلة للخام الأمريكي 64 سنتا أو 1.6% لتتحدد التسوية عند $40.36 للبرميل. وافقت الجمعية العمومية للشركة السعودية للصناعة الأساسية السابق على توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 30% من رأس المال وبواقع 3 ريالات لكل سهم على النصف الثاني من عام 2015. مشاهدينا دعونا نلقي نظرة على أداء السهم في جلسة اليوم بتراجعات على السهم ب 1.9% عند 75.75 ريال. انخفضت أرباح الشركة الوطنية للتنمية الزراعية نادك إلى 25 مليون و200 ألف ريال بنهاية الربع الأول من عام 2016 مقارنة بأرباح بلغت 26 مليون و200 ألف ريال تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2015، انخفاض بنسبة قدرها 4%. أرجعت الشركة سبب انخفاض الأرباح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى الارتفاع في مصاريف البيع والتوزيع والمصاريف العمومية والإدارية. مشاهدينا دعونا نلقي نظرة على أداء السهم، ارتفاعات بأكثر من 21% عقب النتائج عند مستويات سعرية 21.05 ريال. وافقت الجمعية العمومية للشركة السعودية للنقل الجماعي سابتكو على توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 5% بما يعادل 50 هللة لكل سهم كأرباح عن العام المالي 2015، وبذلك يصبح إجمالي الأرباح الموزع 62 مليون و500 ألف ريال. وافقت الجمعية العامة الغير عادية لبنك البلاد يوم أمس على زيادة رأس مال البنك من خلال منح أسهم مجانية، وعليه فقد تم إضافة أسهم المنحة المجانية في محافظ المساهمين واحتساب نسبة التذبذب لسهم البنك على أساس سعر 20.73 ريال لهذا اليوم. كما وافقت الجمعية على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس المال من 5 مليارات إلى 6 مليارات ريال عن طريق توزيع أسهم منحة بنسبة 20% بما يعادل سهما واحدا لكل 5 أسهم قائمة. مشاهدينا دعونا نلقي نظرة على أداء سهم بنك البلاد، ارتفاعات ب 18% عند 20.90 ريال عقب هذه الأخبار. سجلت شركة سند للتأمين وإعادة التأمين التعاوني خسائر قبل الزكاة قدرها 2.8 مليون ريال بنهاية الربع الأول لعام 2016 قياسا بأرباح 4.7 مليون ريال تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2015. وأيضا كما قالت الشركة أن الخسائر المتراكمة قد بلغت 168 مليون و700 ألف ريال، أي ما نسبته 84.3% من رأس مال الشركة. مشاهدينا وصلنا إلى نهاية النشرة، شكرا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.